هلا ومرحبا بأحلى متابعين، كيف حالكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. قصتنا اليوم عن اللغز روزاليا لومباردو، المومياء الرماشة. قبل ما ندخل بتفاصيل قصتنا، لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هاتوا الانترو. شكرا لدعمكم للقناة وتعليقاتكم الجميلة، تسلموا يا أحلى متابعين. بطلة قصتنا انولدت في جزيرة صقلية في 13 ديسمبر عام 1918. كانت طفلة جميلة جدا. لما اكتشفوا مرض بنتهم، هذه الطفلة الصغيرة انصابت بحالة شديدة من الالتهاب القصب الرئوي، وهذا المرض هو نوع فرعي من التهاب الرئة، بيعمل على التهاب القصبات أو الشعب الهوائية، ومن مضاعفاته القصور التنفسي، يعني بيصير صعوبة في التنفس ومشاكل في القلب. وفي هذاك الوقت وفروا لها علاج مناسب، لكن الطفلة كانت صغيرة ومناعتها ضعيفة وما قدرت تتحمل المرض، وتوفت في 6 ديسمبر عام 1920. في الوقت اللي انصابت فيه الطفلة في المرض كان منتشر وباء الانفلونزا الإسبانية، واحتمال كبير يكون هو سبب مرضها. والدها ماريو لومباردو انصاب بحالة من اليأس والصدمة لما توفت بنته قبل ما يصير عمرها 2 بأسبوع، وما تحمل مأساة وفاة بنته حتى انه رفض يدفنها. خطرت عباله فكرة انه يحتفظ في بنته حتى وهي ميتة، فراح طلب من الصيدلي الايطالي المشهور بهداك الوقت البروفيسور ألفريدو سلافيا انه يحنطها ويحافظ على منظرها وهي حية على قد ما يقدر. كان تحنيط الجثث مش منتشر كتير في المجتمع الغربي، الا انه بعد الثقافات ما زالت بتمارسه لحتى الان. وطبعا الصيدلي اعتبر التحنيط هو الخيار المناسب بسبب معرفته الواسعة باساليب حفظ الجثث. ولما عرف الدكتور بقصة هذه الطفلة رفض ياخذ أجرته من أبوها، والدكتور لما شاف وجه روزاليا الملائكي خلاه يطور تقنية التحنيط عشان يحافظ على جمالها الطبيعي، وفعلا قدر يحافظ على شكلها وهي حية. مومياء روزاليا تعتبر المومياء الأجمل والأكثر شبها بالأحياء في العالم على الإطلاق. وفي سبعينيات القرن الماضي اكتشفوا مخطوطة مكتوبة بخط إيد سلافيا، الدكتور اللي عمل عملية التحنيط، بوثق فيها عملية التحنيط لجسد روزاليا. وكانت المخطوطة بتحتوي على المواد الكيميائية اللي استخدمها البروفيسور في عملية التحنيط، وهذه المواد جليسرين، فورمالديهايد، كبريتات الزنك، فينول، كلور. وهذه المواد حقنها في داخل جسم الطفلة على الأرجح في الشريان الفخذي. مومياء روزاليا موجودة لليوم في تابوت من الزجاج بسرداب للموتى، تابع للكابوتشيين، والكابوتشيين أعضاء لجماعة دينية كاثوليكية. وصفوهم بالكابوتشيين لأنها مشتقة من كلمة كابوتش، وهي عبارة عن قلنسة طويلة إلها حافة رقيقة كان بيلبسها الرهبان. كان بيلبس جلابيب لونها بني مايل للأحمر، وجت منه اسم الكابتشينو، المشروب اللي كلنا بنشربه اليوم. عرفتوا من وين أجى الكابتشينو؟ لا رسمي اسم الكابتشينو جد. هذه كانت جثة روزاليا محفوظة بشكل ممتاز بسبب جفاف الجو بالسرداب الموجودة فيه، وزوار الدير والمؤمنين كانوا بيحكوا عنها المعجزة بسبب مقل عيونها وشعرها الذهبي والرموش وخدودها المنتفخة. كانت لينة بالنسبة لطفلة ماتت قبل 100 سنة كأنها حية، وعشان هيك أطلقوا عليها لقب الجميلة النائمة. ومش عقد هيك بس، حتى أعضائها الداخلية ظلت سليمة زي ما بيّن في الأشعة الصينية. قصة غريبة صح؟ بتفكروا القصة خلصت على هيك؟ لسه احنا بدايتها. بعد فترة ظهرت حالة أو ظاهرة مخيفة ومرعبة خوفت كل السياح اللي كانوا يزوروا السرداب. كانوا يشوفوا روزاليا وهي بتفتح عينيها وبتسكرها أكثر من مرة في اليوم، يعني بترمش في عينيها. وكمان كانوا يسمعوا صوت بكاء أطفال حواليها، وبعض الأحيان بيسمع صوت همهم وكلمات بصوت هامس. طبعا هذا حسب كلام الزوار، وانتشرت هذه الأخبار بسرعة في الإنترنت والشبكات الاجتماعية وعملت ضجة كبيرة. في عام 2009 عالم الأحياء درايو بيومينو ومعه بعض المختصين بعلم الأجناس البشرية أنكروا بهذا الكلام وقالوا عنه خرافات. وحسب كلامه أنه كل إشي بيشوف الزوار هو خداع بصري، وأنه الشمع البرافين اللي بغطي وجه الطفلة بخليك تتوهم إنها بتطلع فيك، فالزاوية اللي بيدخل منها الضوء عن طريق شبابيك الدير بتخلي عينيها مرة فتحات ومرة مسكرات. واللي بأيد تحليل درايو أنه جفون روزاليا فعلا مش مسكرات، وغالبا اللي عمل هيك هو الدكتور سلافيا عشان يخليها كالأحياء تماما. وبالنسبة لحالة المومياء حاليا، أظهرت صورة في عام 2009 على قناة ناشيونال جيوغرافيك أنه بدأت عمليات التحلل تظهر عليها مثل تغيير اللون. وعشان يعالجوا هذه المشكلة نقلوا التابوت الموجودة في روزاليا لمكان أكثر جفاف داخل حاوية زجاجية مسكرة مع غاز النيتروجين عشان يحفظها من التحلل. وفي ختام قصتنا، بعتقد أن الصور اللي في القصة
للفتاة واضحة جدا، وهي بنفس الزاوية والإضاءة، وحسب رأيي إن الطفلة بتفتح وتسكر عينيها، وعشان أنسجتها وأعضائها المرنة ضلت أعصابها مرنة. وكنا بنعرف بعد موت الإنسان بصير في تشنجات وحركات لا إرادية في مرحلة ما قبل التحلل، وفي هناك تفسير تانية شبيه للي بنشوفه في الأفلام، وهي إنه روح الميت ما بترتاح إلا بعد ما يكتشف بطل الفيلم مكان الوفاة ويدفنها. يا جماعة، فكرة التحنيط موجودة عندنا في العالم العربي عند المصريين القدماء، وكانت فكرة التحنيط مرتبطة بفكرة الخلود اللي كان يأمن فيها المصريين الفراعنة، وكان عندهم اعتقاد أن الحياة على هذه الأرض مجرد رحلة قصيرة لابد أنها تنتهي وينتقل الإنسان بعدها إلى عالم الخلود. لكن كان المصريين القدماء عندهم اعتقاد أنه لازم نحافظ على الجسد حتى بعد فقدان الروح، لأنهم كانوا بيعتبروا أنه الجسم لما يتحلل بيمنع صاحبه أنه يدخل عالم الخلود والحياة الأبدية في العالم الآخر. فصار المصري القديم يفكر في وسيلة أنه يمنع الجسد أنه يتحلل، حتى وصل لتركيبة بتمنع من التحلل وبتحفظه لآلاف السنين. والمصريين قسموا جسم الإنسان لثلاث أقسام. القسم الأول إب، وهو القلب الحامل لكل أعمال الإنسان من خير أو شر. 2 الكاو، وهو القرين الملازم للإنسان من الولادة وبعد موته برافقه للعالم الآخر. البا هي الروح اللي بتفارق الجسم عند الوفاة. عملية التحنيط عندهم كانت أنواع. النوع الأول التحنيط الملكي، وهذا بيجي في المرتبة الأولى. 2 تحنيط الطبقة المتوسطة، وهو قريب من التحنيط الملكي. 3 تحنيط طبقة الفقراء، وكان هذا التحنيط أقل جودة، وكانوا يحطوا الجثة في محلول قلوي لمدة 40 يوم. العلماء المصريين وضحوا أسرار عملية التحنيط عند الفراعنة القدماء زي ما كان مكتوب في البرديات. كانوا يحطوا الميت على سرير خاص للتحنيط، وبعدين بيجي رئيس المحنطين وأول شيء بيطلع المخ من الجمجمة عن طريق الشف من خلال الأنف، وبعدين بيفتح البطن عشان يطلعوا الأعضاء الداخلية، وبعدين بيجي المساعدين عشان يملوا منطقة الصدر والبطن بملح النطرون ولفائف الكتان المشبع برات نج والعطر، وبعدين بيجففوا الجسم وبحطوه بملح النطرون عشان يطلعوا كل السوائل في الجسم، وبعدين رئيس المحنطين بطلع القلب وبحنطه بطريقة معقدة لأنه العضو الأهم ساعة الحساب في العالم الآخر حسب اعتقادهم، وبعدين برجع مكانه، وبعد هيك بدهن الجسم بسائل الراتنج عشان يسدوا جميع المسامات في الجسم ويكون عازل للرطوبة وطارد للحشرات. وكانوا بيستخدموا شمع العسل عشان يسكروا فتحات الأنف والفم والعين والبطن، وبيلونوا الشفايف والخدود بمستحضرات التجميل، وبعدين بيغسلوا الجثة وبيجففوها للمرة الأخيرة بملح النطرون، وبعدين بيدهنوها بسائل السمغ. والخطوة الأخيرة بلفوا الجسم بلفات وأربطة من الكتان، بيدهنوا هذه الأربطة بالراتنج وبلونوها بأكسيد الحديد الأحمر، وهذه العملية كانوا يعملوها كل 4 أيام لمدة 70 يوم، وبعدين بحطوا الجثة في تابوت خشبي وبعدها بتابوت حجري داخل المقبرة أو مكان الدفن. وبهيك بتنتهي عملية التحنيط عند المصريين القدماء، وبتنتهي معها قصتنا لليوم. بتمنى يكون الفيديو أعجبكم، وكما عودناكم لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.